بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. جاء ذلك بعد أن قص الله على رسوله من القصص ما طلبوه هم منه، وكان من الواجب أن يؤمنوا به بعد أن أتى لهم بما يطلبون. ولكن الحق سبحانه وتعالى يعطي رسوله تسلية في أنهم إن لم يؤمنوا بذلك، فلأن أكثر الناس ولو حرصت أنت على هداهم ليسوا بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم يدخلون في حساب المنهج الإلهي ما لا يجب أن يدخل فيه، لأن حساب المنهج الإلهي إنما يأمر الإنسان بشيء وينهاه عن شيء، والأمر والنهي كلاهما صعب على النفس، لأنك حين تأمر بأمر قد يثقل على المأمور، وحين تنهاه أيضا يثقل عليه أن لا يترك ما ألفه. إذن فالمسألة فيها علاج نفسي. العلاج النفسي دي لا يقوي النفس عليه إلا أن تصنع المقارنة بين ما يطلبه المنهج وبين ما يعطيه المنهج. مسألة حسابية، شوف المنهج يأخذ منك ماذا ليعطيك ماذا. المنهج يأخذ منك تقييد حركتك في مدة من عمرك، اللي هي ما بعد التكليف إلى أن يجيء الأجل. ومجيء الأجل هذا أمر غير معروف، قد يكون سنة، قد يكون يوم، قد يكون كذا وكذا. إذن فحسابك في الدنيا حساب مظنون، ومهما طال بك فستنتهي. زي ما قلنا، لا تحسب الدنيا بعمر الدنيا على إطلاقها، ولكن احسب الدنيا كلها بعمرك أنت فيها. وإلا فما قيمة عمر الدنيا إذا كان لغيري وإذا كان لمن قبلي؟ يبقى إذن الدنيا عند المؤمن هي إيه؟ هي مقدار بقائك فيها، ومقدار البقاء فيها غير متيقن. وإن توقن في أشياء وحيبلغ سن 70 ولا 80 ولا هذا برضو حي إيه؟ امتهى. إذن فهو عمر منتهن إلى محدود، ولكن الآخرة التي يمنينا بها الله غير محدودة. إذن فأول قياس أن تقيس محدودا بغير محدود، وأنك حين تقبل على منهج الله تقيس الإقبال على منهج الله بما يعطيك الله في الآخرة. أنت إذا أطلقت لنفسك العنان وحرية الحركة، ولا أمر ولا نهي ولا أي حاجة، إيه اللي يحصل لك؟ تتمتع متعة، هذه المتعة لها وقت ولا موقت، وستتمتع على قدر إمكانياتك، ولكنك في الآخرة تتمتع على قدر إمكانيات خالقك. وأيضا مقارنة ثالثة، وهو أن الأمر الذي أنت بصدده الآن أمر يأتيك في أي لحظة، يعني ينهي الحياة في أي لحظة. ولذلك خبأ الله على الناس أعمارهم، تخبئة الأعمار على الناس وعدم معرفة وقت المفارقة إلى الدنيا، يظنه كثير من الناس أنه إبهام لحقيقة، حقيقة كان يجب تبان. قال لك لا، والإبهام قد يكون من أقوى إمارات البيان. ليه؟ لأنه لو حدد لكل إنسان الوقت يبقى نعرف الوقت قد كده، لكن لما ما يحددوش يقولوا ده يجي لك في أي وقت، يبقى أشاعه في كل الزمن ولا ما أشاعهش في كل؟ وحين يشيعه في كل الزمن يبقى كل واحد مترقب. ولذلك تأتي ميتات الفجاءات، ميتات الفجاءات أمر له حكمة. تقول يا سلام، وده إيه اللي وقع عليه الحجر ده، ولا الأوتومبيل هفه كده، ولا مش عارف إيه عمله كده، ده لا حكمة، علشان تعرف أن الموت بدون أسباب هو السبب. مات لأنه يموت،
مش مات عشان عي ولا عشان ابدا، تبقى المساله ايه متاقره. اذا فالمقارنه هي التي يجب ان تقول. وهب انك معزول عن امر الاخره، خدها على انك بس الدنيا للكافر، حتى نقول له ايها الكافر انظر ما يطلب منك امرا وما يطلب منك نهيا، ولا تجعله لذاتك فقط، بل اجعله للمقابل لك من الملايين غيرك. فإن منعتك عن شر تفعله بغيرك فقد منعت الغير أن يفعل بك الشر. تبقى حتى بالمقاييس كده، بالمقاييس المادية اللي ملهاش علاقة بالدين، يبقى مقاييس كويسة ولا لا؟ وما أكثر الناس ولو حرصت، احنا قلنا الحرص تعلق النفس وتعبئة مجهود عشان الاحتفاظ بشيء، بس بشيء ايه ترى انه ايه يجلب نفعا او يذهب بايه بضر. قبل ما تقول يجلب نفعا او يذهب بضر لازم تاخد قضية، وهي القضية ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. احنا قلنا زمان ان هب انك واحد كده وواحد محب لك هيقول لك تفاحة، وواحد كره لك طلع بقى كده وجاب حجر وبده يضربك بيه، والاثنين اطلقوا قذائفهم، انت تعمل ايه؟ تلتقط التفاحه ولا ترد الحجر؟ لازم ترد الحجر. يبقى درء المفسده مقدم على مين؟ على جلب الايه؟ على جلب. اذا ففي كل امر تحرص عليه احرص، قد يكون نافعا لك الان انما هيضرك فيما بعد. فساعة ما يضرك ما نقول لا بلاش الحتة النفع دي لا. ليه؟ لأن درء المفسدة مقدم على إيه؟ إحنا قلنا الولد اللي الحريص على إنه ينام ويكسل ولا يروحش المدرسة ومش عارف إيه، طب ما هو برضه بينفع نفسه هينام على كيفه ويطلع يلعب على كيفه، مش كده ولا لا؟ إنما دي هتديله نفع الآن إيه دلوقتي، وبعدين بعد 5 6 سنين كده يبقى راجل صعلوك في الحياة ورجل تافه ورجل، واللي التزم واللي عمل وتعب نفسه وقام ومش عارف ايه ورضى نفسه وراح المدرسة وقعد يسمع وبتاع، بعد 5 6 سنين هيبقى انسان مرموق. يبقى اذا في الحرص على الشيء يجب ان تلحظ النفع والايه والضر، ولاحظ جيدا انك تدفع الضرر قبل ان. كثير من وسائل الحضارات او ابتكارات المدنيات او تقدمات العلمية ادتنا حاجات نفعتنا صحيح، انما بعدين تبين ايه انها ضرر. يبقى كان اصول المقنن قبل ما يجيب له حاجه تموت لي البعوض ويجيب لي دي دي تي يشوفها هتموت ايه من الخير معاه، هتعمل ايه، يبقى لازم كان يجب انه يعمل ايه. ولذلك يقول لك لا تقف ما ليس لك به علم، قبل ما تدرس حاجه لازم تدرسها تشوف نفعها ايه وضرها ايه. فلما تكون الضرر بتاعها هيجي نقول لا بلاش النفع، لان درء المفسده مقدم على جلب الايه المصلحة. أنا عايز أنور البيت نور، آه ما فيش مال، يبقى ده نفع صحيح، وحنعمل الآلات وننور ونعمل كل حاجة. إنما عندي عيال صغيرين، يمكن عيل يجي يلعب في البتاعة كده تقول له يا أخي بقى علي الفيش كده وخليها مش عارف إيه، أدي الحرص بقى. عايز تحرص على النفع لازم تشوف النفع الضرر يجي منين. ولذلك دلوقتي تنبهوا كثير من الناس يعملوا آلات تفصل ذاتيا، يقول لك تبدل ما يعمل مس ويحرق الدنيا تفصل إيه، أهو ده كلام بيتنبه إلى الإيه إلى الضرر. يجي مثلا انابيب البوتاجاز يمكن مثلا تغلط وتفتح مثلا على حاجه وتسعى عن البراد الشاي يفور يروح طفي الايه الشعل، انما الجاز فاضل طالع ولا مش فاضل طالع، مش كده ولا لا؟ يعني لازم تحتاط الى مثل هذه المسائل. فقبل ان تفهم النفع لازم تشوف ايه الضرر. حرص الناس ولو حرصت انت على ايمانهم لاحرص الناس على حياه، يبقى ما بيقارنش، يبقى لازم تقارن بين حياة وبين ايه وبين حياة. وما اكثر الناس ولو حرصت بايه بمؤمنين، كلمة اكثر يبقى يفيد ان المؤمنين قلة، يقول لك لا الاكثر قد يقابله القليل الاقل وقد يقابله كثير ايضا، يعني ده كتير وده ايه وده برضو ايه كتير. ولذلك الناس لم ترى ان الله ايه يسجد له من في السماوات ومن الارض والجبال والشجر والايه والدواب، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يبقى الكثير مقابله ايه مش قليل، يبقى برضو ايه مقابله قليل. يبقى لازم كل رسول يوطن نفسه على ان ناس هتيجي عندهم المقارنات البدلية في الاختيارات النفعية هتبقى غلط، فليوطن نفسك على ان فيه ناس بالشكل ده.
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تعرفش هم ليه مش عايزين يؤمنوا، انت بتسألهم أجر على الحكاية دي يعني. طب انت يعني رب انت متطوع ولا بتاخد عليهم أجر ولا حاجة؟ ده ان كان الأجر كان المفروض انهم هم اللي يدوكوا الايه الأجر. ولذلك قول لما يجي القرآن يجيب على ألسنة الرسل ما يسألهم من أجر من أجر من أجر، كأن العقل يقول لك أن الذي يقدمه الرسول كان يجب الناس لو بتفهم كتاخد تدي له أجر اللي فهمهم هذه. ده أنا باجي الدرس خصوصي عشان يديني كلمتين للولد عشان ينجح في القبول، يبقى إذا اللي بيقدم لي حاجة نافعة بدي له إيه؟ طب واللي بيدي لي نفع في حاجات طويله او كان المفروض انه ياخد اجر ولا لا؟ برضه ما بياخدش ايه؟ ما بياخدش اجر. وما تسالهم عليه اجر. ولذلك قال ما انت ما سالتهمش فهم من مغرم مثقلون، مش قادرين يدوك يا سيدي ما اخدناش حاجه. وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين، الذكر بيطلق اطلاقات متعدده. احنا قلنا مادة الذال والكاف والراء دي مأخوذة من الذاكرة، الذاكرة. واحنا قلنا زمان ان آلات الاستقبال الانسانية الحواس، وبعد ذلك تتنقل الحواس دي تدي للعملية العقلية، العملية العقلية دي تاخد اللي بقرة الشعور ويمر وتتحفظ، وبعدين لما تيجي تستدعيه الاحداث يقوم يجي تاني، او التذكر معناه ايه؟ ارجاع ما كان في حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور. أدي معنى الإيه. ولذلك أنت مثلا تقول والله أنا افتكرت. افتكرت يعني إيه؟ أكن المعلومة كانت في نفسك إنما مش في بؤرة الشعور، فلما جاءت عمليات استدعاء انتقلت كده إلى إيه. وإحنا قلنا عمليات الاستدعاء وعمليات الطرد زي الحجر اللي بترميه في البحر، لما ترمي حجر في البحر بيعمل إيه؟ دايره. ساعه ما ينزل كده يروح عامل دايره صغيره، اهي دي بؤره الايه. وبعدين الدايره دي تعمل ايه؟ اهي دي الدايره دي بتروح بتبعد تحشية الشعور لحد ما تروح هناك تتحفظ بقى في الحافظه. الذاكره تعمل ايه؟ تروح مستدعيه جايبه اللي كان في بؤره الشعور مطلعاه في الايه. ولذلك يقول لك ذكرهم بايام الله، الحاجات اللي مرت عليهم ديا ولا وشغلها هاتها لهم في بؤره الشعور، حطها قدامهم علشان ايه. وبعدين سمى القرآن الذكر لأنه معناه إيه؟ إنه دائما يذكرني بمين؟ يذكرني بمن جاء بي وإلى من أذهب. خلاص أهو ده أهم قضية كان يجب أن يشغل بها الإنسان، ويجب أن تكون في بؤرة إيه؟ في بؤرة الإيه؟ الشعور. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الحق سبحانه وتعالى جعل في الكون آيات. احنا قلنا زمان آيات مع جمع آية، والآية هو الشيء العجيب. يقول لك ده فلان آية في الذكاء، يعني ايه آية في الذكاء؟ شيء عجيب. ده آية في الكرم، ده آية في الشجاعة، يعني شيء ايه؟ شيء عجيب. شيء عجيب ما يتنسيش، يبقى معنى آية شيء عجيب لا ينسى. طيب الشيء العجيب اللي لا ينسى ده نثره الله في كونه. لكل منصور في الكون حكمة، منصور يأخذك إلى يدي إلى يأخذ بيدك إلى من خلق هذه العجائب. أول حاجة دي تشوفها كده تقول الله إيش الصنعة إيدي دي ايه؟ يوم ياخذك وتقعد تفكر ازاي اتعملت دي. يبقى دي ايات لاثبات الخالق الاعلى. ودي منصوره للناس جميعا ولا مش منصوره؟ ده احنا قلنا زمان ان اللي عمل المصباح الكهربائي قعد كذا سنه ويدرس في المعادلات ويطلع لحد المصباح اللي عمل في اللي عمله في مدينه سيدني وانار ده اللي هو ادسون، وبعدين عمل المصباح الكهربائي اللي ترتبت عليه ده. قلنا المصباح الكهربائي اللي بينور قد كده مسافه وبعمره قد كده ويمكسر ويعمل مش عارف ايه. بقى دي عرفنا ادسون وعلنا له تكريمات وعملنا له مش عارف ايه، قلنا ادسون قدم للانسانيه ومش عارف ايه. بقى اللي عمل الشمس ده ما نفتكرش مين اللي عمله.
لا لا قطع غيار ولا تتناولها ايدي عشان تطفيها ولا تنكسر وبتنور نصف الكوره كلها. بقى ما نفكرش نقول مين اللي عملتي ده، احنا اتفه الاشياء بنقعد ندعبس على مين اللي اخترعها، مين اللي اكتشفها، من اول واحد مش عارف ايه، من ونعمل له هيصه ونعمل له هيصه. الله، تبقى دي ما نعرفهاش، كان بيبقى دي ايه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يروح ناطر الايات، ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولكن اسجدوا لله الذي خلقهم. انتوا واقفين عند دي، طب ما تشوفوا من اللي عملها بقى. الله، طب من اللي عملها؟ هي قالت لكم انا جيت نلف من نفسي كده اشتغلي ابدا. طب جه حد قال انا اللي عاملها وتعرض كده وقال انا اللي خلي عامل الشمس وعامل الارض، نقول له والله هي احنا نضو، احنا بنبحث بعقلنا لا عن صانع، وانت جيت قلت انا الصانع. يا الكلام ده صح يا مش صح. ان كان صح يبقى اهلا وسهلا نؤمن بيه وخلاص، وما كانش صح طب اللي عملها فينا حتي نايم على ودنه ما ادريش ان واحد خد المخترع بتاعه وسرقه منه وقال لا انا اللي عملته هو اللي اعمل كده وقاعد مش عارف. يبقى ما دام ما ادعهاش حد وهو قال انا اللي خلقت، يبقى ما هو الموقف؟ يبقى الموقف له الى ان يظهر مدعي، ولم يظهر الى الان مدعي حتى من الملاحده اقول لا ده اللي عملت. تبقى فضلت لربنا ولا لا؟ فضلت لربنا. انت اما يبقى يجي واحد يقول لا ده مش ده اللي عملت نبقى نتكلم، انما ما دام ما حدش لقي. احنا ضربنا المثل وقلنا انكم قاعدين في حجره وبعد ذلك قاموا الناس، وبعدين صاحب البيت لقى حافظه نقود موجوده كده فقال له يا ابني ده كم هنا فلان وفلان 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 وفلان، ابعت ايه شوف اساله. فبعتنا نسال ده يقول لا وده لا وده لا، هو بيبقى التفتنا لقينا وقعد طب على الباب بيت ويسال انا كنت هنا والمحفظه بتاعتي وقعت، وسالنا كل الناس ما قالوش بتاعت مين، شو بتاعت اللي ادعاها، الى ان يظهر مدعي نبقى يختفي خلاف بينهم وبين بعض. الى الان حينما اعلن الله بواسطه رسله انني اللي خالقكم وخالق السماء وخالق الارض لم ما حدش قال اللي خلقت، وهي لابد ان تكون مخلوقه لشيء لان الاتفه منها طلع مخلوق لبشر، فلازم نشوف دي المخلوقه لمين. فبيقول ومن اياته اي من الاشياء العجيبه اللي يجب ان تتنبهوا اليها الى الحاجات اللي قدامكم دي، وما نش عاملها في ذروه، انا عاملها للايه؟ في الشمس اهي وفي ايه؟ قمر وفيه نجوم وفيه كذا وفيه كذا. ومن اياته منامكم، ومن الايه اللي هناك اللي جمع الايات كده بسلسله في سوره الايه؟ الروم. فسبحان الذي ايه؟ فسبحان الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين ايه تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الايه الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ايه ازواجا وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. الله، ومن آياته ومن آياته ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. كل دي اسمها آيات منبهة إلى الإنسان الموجود في كون متمتع فيه بنواميس عليا فيها سر بقاء حياته، كان يجب أن يتنبه إلى من أوجدها ولمن أوجدها تلك آيات. وبعد ذلك افرض أنه تنبه بقى إلى الواجب الأعلى، الآيات نبهته إلى أن فيه واجب أعلى، خالق القوة دي ما نعرفش، إحنا اللي خالق ده إيه اسمه إيه ما نعرفش، عايز منا ايه ما نعرفش. يبقى اذا معرفه واجب الوجود الاعلى انه لازم يكون حد موجود وعمل الحاجات دي تتطلب تطلبا عقليا ان يوجد من يبلغنا عن مطلوبه. فلما يجي رسول بقى يقول انتم اللي بتبحثوا عنه ده اسم الله وهو اللي بعتني وعايز منكم كذا وكذا واللي يعمل كذا نعمل له كذا، كان يجب نصدقه ولا ما نصدقوش؟ لانه دلنا على من بحث العقل عنه، وما دام دلني على من بحث العقل عنه في حاجات ما تدركش بالعقل. ولذلك اللي قلنا ان اول دليل
يرد على من ادعى ألوهية لغير الله، زي اللي عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا النجوم وعبدوا الأشجار وعبدوا الأحجار. نقول له طيب ما هي العبادة يا حبيبي؟ العبادة هو أن يتلقى العابد أوامر ونواهي من المعبود فينفذه، هذه معنى العبادة. طيب الذي يعبد الشمس ما أوامر الشمس؟ قالت لنا اعملوا إيه؟ طب نهتنا عن إيه؟ اللي يؤمن بها هتعمل له إيه؟ اللي ما يؤمنش بها هتعمل له إيه؟ ما فيش حاجة من دي، يبقى إله بغير منه يبقى باطل ولا مش باطل؟ يبقى كله إيه؟ كله باطل. وكأي، ساعة ما تسمع وكأي معناها كم، يعني وكم دي تسمعها في الكثير، انا كم فعلت كذا وكم فعلت كذا وكم فعلت كذا، كم سؤال عن الكميه. كم نصحتك؟ تقول للولد كم ايه نصحتك؟ تقولها له امتى؟ وانت تنصحه اول مره ولا نصحته مره ولا اثنين ولا ساعه؟ ما تقولهاش الا بعد ما يفيض بك. تقول له ايه؟ كم نصحتك؟ يعني نصحتك ايه؟ كثيرا. يبقى كم يراد بها تضخيم العدد. طيب على الأول، وتضخيم العدد لا منك يا متكلم، ولكن من المطلوب. لكنني أنا مأمنك أقول لك أنا كم نصحتك مرة، أنا أقدر أقول لك أن نصحتك 20 مرة، لكن الكلام ده يبقى منني. إنما لما أسألك أنت أقول لك كم نصحتك، كأنك إن استحضرت بقى النصائح هتلاقيها كتير، كأن يبقى الكلام منك أنت مش منني. يبقى كم نصحتك كلام سؤال عن الكمية، والسؤال عن الكمية إما أن يلقى من المتكلم وإما أن يطلب من المخاطب. طلبك من المخاطب دليل على أنه هو حيقر على نفسه. يقول له مثلا أنت رحت عملت كذا، يقول لك كم أعطيتك مالا وبددته، يقعد يستدرك يقول كذا وكذا وكذا وكذا، أنا ما قلتش إنما أنت. يبقى ده شهادة على مين؟ الإقرار سيد الأهل سيد الأدلة. فكأن ربنا لما يقول كم ولا كأي، ولذلك وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما ضعف في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب كأي، يعني كتير قوي. يبقى المسألة مسألة إيه؟ بلغت من الكثرة مبلغا، يجب أن إننا نعذر أمام الناس، ما قصرناش وياهم. وكأي من آية في السماوات والأرض، نبقى الآيات الأولى هتدلني على وجود الواجب الأعلى، وفي آيات تيجي تانية عشان تؤيد صدق الرسول المبلغ عن هذه القوة، تبقى دي اسمها الايه؟ المعجزات. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يبقى الآية تجد معنى الايه؟ يبقى الآية الأولى الآيات الكونية المبسوسة في الكون اللي تدلني على أن لها صانع. الآيات الثانية الآيات اللي تثبت أن الرسول الذي يقول بوجود هذه القوة ويبلغ عنها المنهج أنه صادق، لأنه بيجيبها مخالفة للإيه؟ للنواميس الموجودة ويخرقها، يبقى دي معجزة. وفي آيات ثانية بقى ثالثة وهي التي تحمل المنهج. شوف الرباط بقى، الرباط بين المؤمن به الأعلى وهو الله في الآيات الكونية، الرباط بين الواسطة بيننا وبين المؤمن به الأعلى اللي هو صدق الرسول، الآيات التي جاء بها الرسول اللي هي بنسميها آيات القرآن وآيات الأحكام وآيات، تبقى مرتبطة وكلها آيات ولا لا؟ وكل واحد منها عجيب. أما الآيات الأولى فعجيبة لأنها شيء لو قست بمقاييس العقل كده حاجة معنا. وأما الآيات الثانية فلأنها خلقت نواميس الكون، إيه اضرب البحر ينفلق ويبقى مش عارف إيه إيه ده. كل دي آيات مخلوقة. ايه الايات الاحكام بقى ازاي عامله ايه؟ ايات عجيبه ليه؟ لانك لا تجد حكما من احكام الدين الا ويتمشى منطقيا مع حاجات النفس البشريه. والبشر بعقولهم وان كفروا سيضطرون الى كثير من القضايا التي كانوا ينكرونها. مش مؤمنين ما بيروحوش لها لانهم مؤمنين، بل ولكن لايه؟ لان ما فيش حل لهي. احنا ضربنا المثل زمان بالطلاق اللي كانوا عاملين يبعيبوا به الاسلام، والواحد يتجوز واحده وبعدين مش عارف يعمل ايه، وايه الانسانيه دي الانسانيه الكذابه دي. وبعد ذلك عضتهم الاحداث، فلما عضتهم الاحداث لم يجدوا مناصا لعلاج احوال الاسر الا ان يبيحوا الطلاق. يبقى اذا العقل البشري نفسه اهتدى الى ايه؟ الى حكم كان بينقضه، انما احداث الحياه جعلته يعمل ايه؟
الربا اللي عمالين يعملوا فيه مش عارف ايه وبتاع، هم نفسهم دلوقتي اللي بيعملوا نظام عشان يتحللوا فيه من الايه، من الربا. الله. طيب نقول إذن العقل البشري لا نمنع أن يذهب إلى قانون مصلح، ولكن بعد متى؟ بعد مدة من الزمن يشقى فيه المجتمع بتطبيق هذا القانون. الدين الإسلامي مش كده، من الأول بيحمي. يبقى اسمه الدين الإسلامي دين إيه؟ بيعمل إيه؟ بيعمل مناعة من الأول ما يحصلش، إنما تجيب للداء وبعدين تعالجه ولا ما تعالجوش، تعتدي إلى علاج ولا ما تجوش، يبقى المسألة مش إيه؟ يبقى إذن الآيات العجيبة كلها بأننا لو أخذنا أحكام الدين وجدنا كل حكم من الأحكام بيعالج قضية من قضايا الحياة علاجا قد يتطلبه الكافرون فيصلون إليه، ولكن بعد شقائهم بالتجربة. يبقى آيات كلها، يبقى آيات الوجود الأعلى، آيات البلاغ عن الله بالمعجزات، آيات الأحكام. وكأي أي كثير من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الآيات دي عشان نخطف الآخرة، نؤمن بإله أعلى وبالبلاغ عن الإله الأعلى وبالأحكام اللي جابها الآيات القرآن مثلا، دي علشان إيه؟ ناخد إيه؟ طب خلينا في الدنيا، بلاش الآخرة يا شيخ، سيب الآخرة دي لوحده. حتى الكافر في آيات في الكون لو مر عليها بدون إعراض الله لا يظن عليه بأن يفيد منها. كل الاختراعات الحديثة جاءت من إيه؟ من أن آية في الكون واحد وقف عندها ويستطلع ويقول الله ودي حصلت ليه ودي عملت ليه، طب ما نعمل كذا. الله يقوم ياخد ظاهرة في الكون ويبتكر بواسطة الظاهرة دي يعني إيه حاجة ينتفع بقى، بلوش الآخرة، احنا ما بقولناش الآخرة دلوقتي. يبقى كأي من آيات، سواء كنت عايزها آية إيمان تنفعك في الآخرة أو آية ابتكار واستنباط تنفعك في مين؟ تنفعك في الدنيا. احنا قلنا زمان عصر البخار اللي فترة من الزمن أخذ عنوان عصر البخار، عصر البخار كان زمان الواحد لما يحمل الحمل يحمل له مثلا أرداب، وبعدين ربنا هدى ناس انهم يبتكروا العجلة يقوم يحط عليها 10 رديب ويزقها، وده ابتكار ولا مش ابتكار؟ طيب وبعدين كانوا بدهم حاجة أكتر شوية، يوم يجي واحد قاعد بيعمل في الحلة بتاعته شاف البخار ايه بينطر ايه الغطا، نطرة البخار للغطا ويقب شوية كده، اهي دي حاجة في الكون بس هي تفاوي كتير بنشوفها، ولا مين اللي ما بيشوفهاش دي؟ انما واحد قاعد كده لم يمر عليها وهو معرض، ما دام يمرون عليها وهم عنها معرضون فكأن المطلوب ايه؟ أن لا تمر عليها وأنت معرض. تمال تعمل إيه؟ تتأمل وتقف عندها. أهو ده وقف عندها وده كافر وقف عندها. الله طب وش من الغطا بيطلع لفوق كده؟ قاعد يبحث شال الغطا لقى قوة من البخار طلعة. قال الله إذا البخار ده قوة عمالة بتدفع حاجات كتير كده. قال طب ما أنا ابتكر البخار ده. الله طب وده عمل ليه كده؟ قال لك إيه، ولأن أصلا لما قعدنا نغلي المية كانت سائل وبقت غازية، وبعدين غازية خدت حجم أكبر، الحجم ضيق اتنفشت، ولما اتنفشت بقى الحجم بتاع الحلة ضيق فلازم تطلع بره. قال لك طب نستفد في دفع العجلات ونجيب مخازن ونعمل فيها مية ونغليها وتخلي المسألة دي تدفع يا عصر البخار. فكإذن وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون على، إن أردتها علشان تاخد بها الآخرة وتؤمن بإله أهلا وسهلا، وبعدين تؤمن برسول أهلا وسهلا، تؤمن بالأحكام أهلا وسهلا، حتى ما أمنتش بكده برضو بص كده الكهرباء كل الأسرار اللي اكتشفت مش ظواهر في الكون وقفت عندها عقول واستنبطت منها أشياء، لما استنبطوا منها الأشياء استفدنا ولا ما استفدنا شيء؟ استفدنا. وكأي أي كثير من آية أي أمر عجيب في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذن فالمطلوب من الإنسان أن لا يعرض عن أي ظاهرة في الكون، بل يقبل عليها إقبال الدارس، إما لتنتهي فيها إلى قضية إيمانية
تسري حياتك وتديك حياة لا نهاية لها وهي حياة الآخرة، أو تعمل إيه، أو تسعد حياتك بأنك تبتكر إيه، تبتكر فيها أشياء. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شوف المصاف يا أخوي، المصفى الأولى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، حتى المؤمنين دول برضو الإيمان بتاعهم برضو بيبقى فيه إيه، تشوب وحاجات كده. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه مشركون. الله، تيجي تقول هم مؤمنين، مؤمنين بالإله ومؤمنين بكذا ومؤمنين بكذا، إنما برضو الشرك الخفي يدين بالإيه. يجي واحد يقول لك مثلا عايزين المسألة فلانية، تقول لك اعتمد على الله وإن شاء الله ربنا يقضيها لك، يقول له برضو وانت برضو، تقول له اعتمد على الله يقول برضو وانت والله اللي يسمعها ويقول الحمد لله وتوفيت يكفاها، واللي يقول له وانت والله ما تنقضي إن شاء الله، تنقضي شاء الله أبدا. أهو ده اسمه إيه، شرك إيه، شرك خفي. يجي مثلا واحد يعمل مثلا مليون وبعدين يخضع ويذل لانه فاهم ان هو بهذه يصل الى مثلا الى، نقول له يا شيخ الله القاضي واطلبوا الاشياء بعزه الانفس فان الامور تجري بما قادر، وربما منعك هذا فكرهته وكان المنع لك خير من الايه مثلا. يبقى لما يكون له ايمان بقدريات يبقى يفسر كل ظاهره في الكون بما ايه، بما يريحه، مش يقعد مثلا تعبان يقول لك لا ده هو ما عملش، لا ده ربنا له حكمة في دي. وبعد ذلك ينصر الله حكما في أشياء تمناها أصحابها فقضيت ثم تبين منها شر، وأشياء تمناها أصحابها فلم تقضى ثم تبين فيها خير. ما يخليش المسألة كده، لازم يجيب لي من الكون ما يؤكد الإيه، ما يؤكد الإيه، القضايا. يقوم الإنسان لما يعرف أن الله هو الفاعل وأن السبب شيء والمسبب شيء آخر. الأسباب احنا قلنا زمان أنك لو نصرت وأنت تحج إلى أنك أنت بتسعى بين الصفا والمروة، احنا بنجدد ذكرى عملية سببية عملتها هاجر أم إسماعيل عشان تطلب الماء لولدها، عايزة تطلع من هنا عالي عشان تشوف مية ولا تشوف طير ولا تشوف قدرة ولا تشوف رك عشان ابنها، ما لقتش راحت على الناحية التانية، جهدها سبع تشواط في مسافه قد كده، يا دوب قدره المراه يا دوب لحد كده، يبقى استنفذت اسبابها ولا ما استنفذتش؟ ولكن هل الاسباب جاءت لها بشيء؟ وبعدين راحت لقت الواد الرضيع اللي هي بتشقي نفسها بالاسباب عشان تجيب له ميه، لقته بيعمل برجله كده وراحت طلع له ميه تحت رجله. الله، دي معناها ايه؟ معناها انك انت مش ما تعملش الاسباب، يعمل الاسباب الى ان تجهدك الاسباب، ساعة ما تفيدك الأسباب يفهم، ما تيأس، لا ييأس من روح الله زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إلا القوم الكافرون، ما تيأس يقول من لي يا رب بقى، يعني خلصت أسبابي يبقى لي إيه، لي يا رب، أهي عملت وعملت وراحت وجات ومش عارف إيه. طب في إيه؟ أم قال لك بلك لو ما كانتش حصلت الحكاية دي، بلك لو أنها وجدت الماء عند الصفا بواسطة الصفا أو وجدت الماء بواسطة المروة كانت القضية الأولانية ما تنفعش. قالت له أنزلتنا هنا برأيك أم برأي ربنا اللي قال لك، أم قال لك إذن لا يضيعنا. لو أنها بالأسباب ما كانت تتحقق، إنما من غير الأسباب راحت لقت العيل وهو بيلعب برجله كده الماء جات له من تحت البتاع، إذن لا يضيعنا، صح ولا مش صح؟ إذن لا يضيعنا. يبقى إذن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه، وهم مش. ولذلك القرآن لما يعرض القضية يعرضها إيمان، وبعدين تلتفت تلاقي جاب لنا فيها إيه. اسمع قول الحق بقى، شوف ما هو ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه، يبقى عايزين إيه، إيمان، وعايزين لحظة الشرك جاية منين. طب مدام في إيمان لحظة الشرك جاية منين؟ فربنا عرضها في القرآن، قال إيه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. إيمان ولا مش إيمان؟ ده إيمان تمام. فأنا يفكون. الله يبسط الرزق لمن، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون إيمان ولا مش، يقول الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.
وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب وله، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. كنتوا عايزين حياة على حقيقتها يمين، هي هناك، لأن حياة هنا موقوتة، وحياة يفوتك فيها النعيم أو تفوت النعيم ما هيش حياة، إنما الدار الآخرة هي الحيوان لو كنوا يعلمون. خلاص ربنا جاب بقى حتة الشركة يبقى الخفي. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. حتة الشرك جت فين؟ بل لو سألتهم مين اللي عمل؟ مين اللي عمل؟ مين اللي عمل؟ ده إيمان ولا لا؟ طب نجربهم بقى في حكاية. خلوهم كانوا في الفلك وبعدين قعدوا وهو مش عارف ايه وبتاع، وبعدين لما نجم يشركون. يشركوا ليه؟ يعملوا، يقول لك يا عم اصل احنا كنا محتاطين، اصل احنا كنا عاملين للسفينه قوارب نجاه وعاملين لها مش عارف تعمل ايه وعاملين لها ايه. بقى سبتوا ان ربنا هو اللي عملها الحكايه دي بقى، وجعلتوا لها اسباب، وجعلوا لله اندادا لله، وتروح تقضي الواحد حاجه انت تروح تقضيها له، وبعدين تلتفت تلاقي غاب عنك، ما جاش يقول لك كتر خيرك ولا مش عارف ايه ولا. لا اصلا هي كانت مقضيه، اصلا ده كده مش عارف ايه، اصلا انا كنت مكلم فلان وعايز يبعدها عنك، بس عايز يبعدها ايه؟ عايز يبعدها عنك ليه؟ ام قال لك لان النفس البشريه كده، نفس البشريه كلا ان الانسان لا يطغى ام راه ايه استغنى. فلما يجي لك يطلب منك حاجه وبعد ذلك تقضيها له، طلبوا منك الحاجة موقف خضوع وذلة، يخدش يعني قضتها له وبقى كويس قوي، كويس قوي، عايز نفسه يتفرعن شوية بقى، مين اللي يدك فرعنته؟ حضرتك، لأنه ساعة ما يشوفك كده يعلم إنك لك جميل وياه، وإنت اللي عملت كذا وإنت اللي عملت كذا، يوم ما يحبش يشوفك، وإن جت سيرتك يغطرش كده ولا يمشي، ويمكن يريد بك شر. ليه؟ لأنك أنت لتدك مروره. ولذلك المثل يقولك اتق شر من أحسنت إليه، شر بأنك أنت اوعى تمن عليه بالإحسان أحسن تنمي فيه غريزة الكره لك وعايزك تنزل من وشه. ولذلك الناصح يعمل لمين؟ يعمل وياخد جزاءه من الأول، ساعة ما عمل يعملها لله وخد جزاءه، ويهمل إيه؟ ويهمل البشر دوري. ليه؟ لانك انت ما اهملتوش هتبقى شر عليك انت، شر عليك. ده واحد تروح مثلا يجي يقضي لك حاجه وبعدين تدخل له وياه الديوان عشان تقضيه، تلتفت تلاقيه مثلا ناس احترموك وقابلوك كويس وقعدوك ومش عارف ايه، يقوم هو انت رايح تقضي له الحاجه يقول يا اخي يعني عاملين له الحكايه دي، اشمعنى يعني احنا بنيجي مش عارف ايه؟ الله ده هو جاي لمصلحتك. يبقى اذا اهو دي برضه ربنا بيطرح لنا ديا عشان يقول ان قبلت بهذا من البشر فاعلم اني انا اعامل بها من البشر، اقبلها كده وانصحك بها، بخلي عملك لي على طول ما تعملش للناس. ولذلك يقول لك المعروف منكور من، يقول لك يا ده المعروف المنكور ده هو اجدى انواع المعروف عليك، لان ربنا اللي هيديك بايده. ولذلك يقول لك ايه؟ انك انت تنسي من احسنت اليه، انساه خالص. ليه تنسى من احسنت اليه؟ ليه؟ علشان تفضل عاملها لليه؟ عاملها لله. فربنا بيعرضها. ولذلك سيدنا موسى بيقول له يا رب انا اسالك ان لا يقال في ما ليس في، يعني الناس تقعد تتهمني ويشتموني بدون مبرر. قال له يا موسى لم اصنعها لنفسي، انا ما عملتهاش لروح اعملها لك انت. يعرضها ربنا عرض تاني بقى عشان ايه؟ واذا مس الانسان ضر دعا ربه، الله، اذا مس الانسان ضر دعا ربه، ما قالش دعا الله، لأنه دعا الربوبية اللي هو متكلفة بمصالحه. ما الإلهية آمرة بالأمر والنهي، الربوبية متكفلة بمصالحه، يوم يدعي مين؟ يدعي رب، دعا ربه. مش أنت يا رب اللي خليني وأنت اللي مربيني وأنت اللي بتعمل، ما أنت اللي بتجري عليا وأنت اللي عامل مصالحي. طب وليه بقى يعني؟
أم قال لك لأن الإنسان في تيجي فيه لحظة حين تمسه الأحداث لا يكذب نفسه. ليه؟ لأن مسألة تتعلق بالإيه؟ بحياته. ومدام ولذلك احنا قلنا الحلاق قصة زمان قلناها، الحلاق اللي طلع في بلده دكتور، أول دكتور اتخرج في القرية، والحلاق هو اللي كان مسيطر على الأمراض بقى وعلى البيوت وعلى أي واحد هاته مش عارف مين، أي واحد، وبعدين ده يتخرج من كلية الطب ابتدى بقى يقنن المسائل ويعمل مش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي. فقعد الحلاق إيه هو بيعرف حاجة، ده عيل لسه ده كلام بس مش عارف إيه، ويقعد بقى يشوف. وبعدين ضبط صاحبنا الحلاق من الفجرية وهو ماشي شايل ابنه على كتفه وماشي على الجسر وقالش على المدينة، فمسكوا قالوا انتوا رايح فين؟ انا قعدت لبخ، عرفوا ان الواد عيان وسخن وبتاع، قالوا ده مراعي موديه للدكتور. لما حصلته ما خدعش نفسه، انما عند غيره ينخدع. واذا مس الانسان ضر بقى يقول لك انا عاكب على نفسي بقى، لا خلاص. افرض ان في عدو وموجود وبعد ذلك طلع على الواحد مثلا سابعه ولا ديب ولا عدوه عنده آلة ولا بتاع، برضه يستكبر على العدو ولا يطلبش منه لا ده ساعة مثلا ضرر نفسه ده يندهله ويقول له تعالى شوف ايه الحكاية دي من فضلك مش عارف، ولا اديني البندقية ولا اديني كذا، ولا ما يكذبش الإنسان نفسه أبدا. وإذا مس الإنسان ايه ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. جعل لله أنداد يعني إيه؟ قال لك لا ده أصل الربان بقى إيه فطن للحكاية دي، وأصلاً عم قلت له اعمل مثلاً كذا وبده يخلعها من ربنا ويجيبها برضو لمين؟ لنفسه وللناس. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. يقول له طيب قل تمتع بكفرك إنك من أصحاب النار. إذن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه مشركون. بقول احذروا يا أيها المؤمنون إن كنت تنسوا المسبب في كل شيء. أنا لا أمنعكم بل آمركم أن تأخذوا بالأسباب، بس إياكم أن تفتنوا في هذه الإيه في هذه الأسباب، لأن فتنتك في أي سبب وتجعل السبب هو الفاعل يبقى أغفلت معطي الأسباب نفسه. طب ما هي الأسباب؟ عطاء من الله. طب أدي بعضه. الله الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك يقول إيه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم إنك تدي الحق لغير إيه لغير صاحبه، يبقى ربنا هو اللي عامل وتحاول إنك أنت إيه تقول لا أصلا كنت مجتهد وكنت فاهم وكنت عامل مش عارف إيه وكنت عامل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك اللي احنا بنقول عليه الشرك الخفي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. طيب هتقول أن أصل مش عارف إيه وأصل إيه وتجيب أسباب بشرية بقى. احنا كنا قلنا زمان لما جينا في الأيام حرب أكتوبر وبعدين دخلوا بشعار الله أكبر ودخلوا بقى الدخلة إياها دي كده وربنا نصر ومش عارف إيه، تالت يوم راحت الجرايد بقى الجماعة الأقلام اللي انتوا عارفينها بقى قالت لا ما تقعدوش تخرفهم وتقولوا إنهم شافوا مش عارف إيه وشافوا إيه وتعملوا ده المسألة نصر حضاري لأننا استعدينا وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا. نصر حضاري. تاني يوم جت حكاية الإيه السر. قال له طب نصر حضاري آه دي أفأمنوا أن تأتيهم غاشية. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا إيه يشعر. الغاشية في عمر الدنيا، وبلاش عمر الدنيا تيجي الساعة نفسها بقى إيه بغتة، يبقوا بيعملوا إيه بقى في الوقت ده إيه؟ يبقوا يعملوا في الوقت ده. قل هذه سبيلي. قل يا محمد هذه سبيلي. سبيلي أي السبيل هو الطريق، والطريق مرة يجيب التذكير ومرة يجي بالتأنيث. هذه سبيلي جاب إنها مؤنثة الطريق.
لكن وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه، لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه. يبقى إذن السبيل إن أردت به السكة يبقى مؤنث، وإن أردت به الطريق يبقى مذكر، قد بعضها يعني. ما تقول قل هذه سبيل، يبقى السبيل هو الطريق الموصل لغاية. طب وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.